إن كنتم من تحبون القلوب الطيبة فلا تخسروهم، لأنهم قليل جدا جدا. لماذا لا تخسروهم؟ لأنهم كويسين ومحترمين في الأسلوب والتعامل. القلوب الطيبة عمرهم ما يتغيروا. القلوب الطيبة دائما كويسين في أسلوبهم وكويسين في تعاملهم. فإذا خسرتهم فأنت الخسران وليس القلوب الطيبة. إذا خسرت القلوب الطيبة فلن تجدهم أبدا، لأنهم قليل جدا جدا. لأن القلوب الطيبة هم من يسعدونك وهم من يفتحون نفسيتك. إذا ما تصدق هذا الكلام جرب وشوف، وفعلا